إذا بينزل الله من السماء وبيقنعني انسحب من المنافسة الرئاسية بوقتها بس بنسحب. هيدا كان كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن ببداية هالشهر، ولكن بخطوة مش كتير مفاجئة وعلى أثر ضغوط ديمقراطيين تراجع بايدن عن كلامه وخرج رسمياً من السباق. شو يعني؟ يعني رح يكون في مرشح ديمقراطي بداله. الرئيس الأمريكي أعلن تزكية نائبته كامالا هاريس. We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. هلأ المنافس الشرس دونالد ترامب علق إنه هزيمة هاريس أسهل حتى من هزيمة بايدن، ولكن لداعمين الحزب الديمقراطي وعدد من الأمريكيين بتمثل هاريس الاستمرارية لإدارة بايدن وبتمتلك شرعية كبيرة بالأموال اللي دعمتها حملة الرئيس حتى اللحظة. أكثر من ذلك، هاريس امرأة سوداء وداعمة رئيسية لحقوق الإجهاض، يعني رح تجذب الناشطين بحقوق المرأة كمان ناخبين السود إلى صناديق الاقتراع. ولكن لابد من ذكر إنه هاريس بتتلقى انتقادات واسعة من ناحية ضعفها في ملف السيطرة على الهجرة، فهل انسحاب بايدن من المعركة رح يصعب وصول ترامب إلى البيت الأبيض أم أن ربحه مضمون؟